يو، السلام عليكم يوتيوب، كيف الحال؟ ايش الاخبار؟ واهلين فيكم. زي ما شفتوا من عنوان الفيديو، تحدي جديد 100 يوم، ولكن هذه السنه حيكون بشكل مختلف. طبعا اللي ما يعرف، احنا كل سنه نسوي تحدي مع بعض. فكره التحدي انا اتحمس واحاول اغير جسمي في 100 يوم، وانتم كمان تتحمسوا تدخلوا معايا نلتزم 100 يوم عشان نشوف نتائج حلوه. كل سنة بجيب شخص وبمرنه وبنسوي تحدي مع بعض. السنة هذه الاختلاف حيكون انه في شخص حيمرني، حيشرف علي، وبعدين حنشوف النتائج. كل سنة بيكون التحدي بس تنشيف، لكن هذه السنة حيكون الهدف من التحدي اني ازيد عضلات، وفي نفس الوقت اقدر اكون ناشف او عندي عضلات البطن او السيكس باك. عشان كده قررت انه في شخص يمسكني. مين هذا هو الشخص؟ شخص ومدرب وبطل كمال اجسام محترف اسمه محمود الدرة، اكيد تعرفوه. اللي ما يعرفه، محمود الدرة هو بطل كمال اجسام ويوتيوبر رياضي ومدرب رياضي. اخترت هذا الشخص انه يكون هو مدربي للمية يوم الجاية. طبعا اتواصلت مع محمود الدرة، اديته الفكرة، رحب فيها وقال لي بالعكس نقدر نسوي شغل مرة حلو مع بعض. وقلت له ايش هدفي؟ قال لي في بعض الاشياء راح اسويها على حسب او على كيفك، في اشياء حيسويها على حسب نظرته فيا وفي جسمي. اللي تعرفه كل مدرب ترى لازم يكون عنده مدرب. انا الحين عندي مدرب، محمود الدرة عنده مدرب، في الهيث روني كولمن، كل مدرب عنده مدرب يشوفه ويشوف ايش نقاط ضعفه ويركز عليها عشان يوصل لمستوى افضل واحسن. فحيكون الشغل اللي علي بس اسمع كلامه واسوي، سواء كنت مقتنع في كلامه ولا لا. اذا انت اخترت المدرب لازم تسمع كل كلمه وتحكم بعد ما تعدي فتره الالتزام كامله او فتره التحدي. وبمناسبه هذا التحدي، الان صار في كود خصم، وخصم على جميع البرامج. لاي شخص بيدخل معانا التحدي، ادخل على موقع armarfit.com، حيكون سعر الاشتراك مدى الحياه 250 ريال بس. يعني راح تسوي التحدي وبعدها الاشتراك مفتوح، وكل فتره راح يكون في تحديث وابديت. طبعا برنامج يكون برنامج تمارين مصور بالفيديو كل يوم بيومه، طريقة أداء التمرين، التكنيك، التكرار والعدات وكل شيء، بالإضافة للنظام الغذائي، محسوب السعرات الحرارية والماكروز، وفي اختيارات عشان ما تطفش. كود الخصم هو 100، أكتب 100 عند الدفع يصير سعر الاشتراك 250 ريال لمدة أسبوع من هذا الفيديو. وإذا أنت شخص ما أنت مشترك في القناة، أعمل سبسكرايب واشترك الآن، وخلونا نبدأ الفيديو. فيديو اليوم انا ما راح اتكلم كثير، حسيب المايك لكابتن محمود الدرة، هو راح يشرح الخطه كامله كيف راح تكون الاكل والتمرين، وبعدها حترجعوا لي مره ثانيه. اسيبكم مع الكابتن محمود. ازيكم يا جماعه؟ النهارده هنتكلم في حاجه جديده ظريفه، اللي احنا هنبتدي نعمله على اليوتيوب. من الحاجات الجديده اللي بندخلها ان هنركز على ناس غيري انا في مشوارهم لجسم احسن، او سواء بيخشوا بطولات او الى اخره. النهارده معانا عمار فيت، انتوا اكيد عارفينه من قناة اليوتيوب بتاعته، وهو اشترك معايا، وهنبتدي النهارده المشوار لتغيير جسمه في 100 يوم. فعندنا 100 يوم نغير جسمه. دلوقتي ده جسم عمار حاليا، اللي انتوا شايفينه ان هو 100% طبيعي. المشوار بتاعنا هيكون 100% طبيعي، مش هيكون في اي هرمونات او منشطات او كل الكلام ده. هنستخدم اكل الطبيعي، اسلوب دمارها في التمرين، وهنستخدم برضو مكملات، بس مفيش اي نوع من هرمونات او منشطات في المشوار بتاعنا في الميتيوم ده. دلوقتي زي ما انتم شايفين جسم عمار اوريدي كويس مبني، نسبه الدهون في المية تقريبا ما بين 14 و16 في الرينج ده. الهدف بتاعه في الاول كان ان عاوز يوصل لاكبر سايز ماكسيمم. دلوقتي انا ما كنتش متفق مع الجول ده لسبب ان البودي فات بتاعه فوق ال 12%. عادة لما احنا نيجي نعمل بالكينج او نخش في فترة اوف سيزن او حتى فترة ضخامة، قبل مثلا ما نبتدي نخش في فترة تنشيف، اللي احنا عاوزين نعمله ان بنخلي الابز موجودة. لو انت الابز راحت منك في فترة الضخامة بتاعتك، يبقى انت بتعمل حاجة غلط، يبقى الكالوريز بتاعتك اوفر السيربلس كالوريز او الكالوريز الزيادة اللي انت محتاجها عشان تضخم
تضخيم معتدل ونظيف، لان انت عايز تزود فكره التضخيم، انت بتزود نسبه الفات شويه اللي في جسمك عشان تعرف تشيل اوزان اتقل عشان تعرف تكبر عضلاتك، بس في ليميت معين بتوصل له ان الفات بيكون زايد قوي وانت كده دخلت في مرحله مش كويسه من التضخيم، فعاوزين دايما نحافظ على عضلات البطن. فانا قلت لعنمار فكره حلوه، هنعملها ايه؟ هننزل الدهون وهنخلي الحجم زي ما هو، يعني ده فعلا هنزود عضلات صافيه في خلال ال 100 يوم دي وهننزل البودي فات بتاعه. لما يعمل كده شكله هيبان اصلا اكبر. الناس كتيره ما بتلاحظ ان لما انت بتنزل دهون والبودي فات بتاعك بينزل في الصور او على مسرح، مش داخلين بطولات بس على الاقل في الصور في الفوتو شوت لو انت عندك تصوير او حتى عشان شكلك للفيديو، شكلك بيكون احلى واكبر من لما انت البودي فات او الدهون اللي في جسمك اعلى. وحتى لو على الحقيقه طبعا بتبان اكبر في اللبس لو انت عندك شحوم عاليه في جسمك، بس في التصوير وعلى الكاميرا بتبان اكبر حتى لو انت نازل وزنك بس شكلك انشف. فاللي احنا هنعمله هبتدي البروجرام بتاعه بان انا هزود الاكل بتاعه عالي جدا، وده انا عارف اكيد بيبان ان هو لا انت كده داخل العكس، يعني انت كده هتزود الدهون بتاعته لان الكالوريز هنعليها قوي. لا، الفكره لما انت بتعمل كده الجسم ساعات ما بيكونش متعود على اكل كتير، ولما بحط الكلاينت بتاعي او اي حد المشترك معايا على اكل مره واحده كتيره، حسب طبعا الجسم، وعمار عنده الجسم ان هو يناسب ده، فيا جماعه ده مش لكل الناس، يعني مش كل واحد ممكن يطبق الفكره دي، بس لعمار اللي احنا هنعمله طبيعه جسمه هتنفع معاه الحركه دي، هحطه على اكل كتير في الاول، والميتابوليزم يعني سرعه حرق السعرات بتاعته هتعلى قوي في اول اسبوعين. لما نعمل كده هنروح منزلين الكاربز بتاعته تانية ونعمل حاجة اسمها كارب سايكل، يعني في ايام بتبقى الكربوهيدرات عالية والايام هتبقى الكربوهيدرات واطية. انا مش مشجع للدايتس اللي هي بتبقى دايما كربوهيدرات واطية، يعني حتى للناس اللي عندهم دهون فوق ال 40% ساعات ممكن احط لهم مثلا 7 ايام كارب واطي بعدين بروح مديهم يوم كارب عالي. المشكلة لو انت حطيت واحد على كارب واطي دايما عشان تنزل الدهون، الجسم ذكي جدا وبيتأقلم، الجسم مش عاوز يتغير، فالجسم هيقول ايه؟ اوكي يبقى احنا السعرات اللي احنا بنحرقها في اليوم مثلا بقت 1500، يبقى ده هيبقى البيس بتاعنا، ان الجسم هيتأقلم ان هو يحرق 1500. بس لو انت عودت الجسم على مثلا 1500 فده هيبقى البيز بتاعه، هيقول اوكي ماشي الجسم احنا لازم يعني سرعه حرق السعرات بتاعنا هنأقلمه على ان الشخص ده بياكل 2500 سعره في اليوم، فالميتابوليزم هيبقى اسرع. لما تيجي تنزله تاني الجسم لسه واخد على السرعه العاليه ان هو يحرق 2500، فلما تيجي تنزله مثلا ل 1800 او 1750 هتلاقي نفسه بيحرق اسرع من الجسم اللي معتاد على 1500. فدي فكره الحركه اللي انا بعملها مع عمار في الاول. انا مش عاوز اخش في تفاصيل طبعا لان البروجرام برضو بتاعه الى حد ما، واكيد برضو يعني مش عاوزين نقول لكل الناس الاسرار اللي احنا هنعملها معاه هو، بس بدلكوا كده برود يعني حاجه عامه على هنعمل ايه معاه. طبعا بخصوص التمرين فهنطبق اسلوب دمرها، بس مش في كل الحاجات، يعني في حاجات مثلا في الرجلين هنبقى سيف وهنطبق الاسلوب العادي اللي هو الفوليوم شويه مش الهاي انتنسيتي، بس في حاجات معينه في حاجات اللي هي ما فيهاش ريسك للاصابه دي هنزود فيها الانتنسيتي وهنطبق اسلوب دمرها اللي هو بنعمل المجاميع المناسبه بس ان هو يرمي حجم في العضله دي. فهديكم مثلا اسلوب دمرها، مثلا لما انت بتيجي تلعب مثلا كتاف رفرفه جانبي، اوكي عملت اول ست تسخين 20 25، تاني ست المفروض بقى تزود الوزن كويس خلاص العضله متسخنه تعمل 12. لو عملت ال 12 بسهوله يبقى هتضطر تعمل ست كمان وتعمل مثلا بوزن اتقل 8، ودي تبقى ال 8 دي المفروض تكون جايب فيها اخرك. لو لقيت نفسك في الست الثالثه عملت 12 او 10 كمان يبقى كده لازم نزود
ست كمان. فاسلوب دمارة انت بتحاول تجيب اخرك في التمرينة. التمرينة اللي بعديها نفترض ان هي نوع من رفرفة تانية، هنبتدي على طول بالوزن التقيل. لو بالوزن التقيل ده معرفتش تجيب اكتر من 8، تروح عامل دروب سيت وتعمل 8 تانيين وخلاص كده خلصت، عملت مجموعة واحدة بس للتمرينة التانية اللي هي شبيهة التمرينة الاولانية. فاسلوب دمارها مفيش ستايل، مفيش قصدي رقم مجاميع محددة، رقم المجاميع بتعتمد على امتى تعرف تجيب اخرك في التمرين. طبعا الاسلوب ده بيبقى فعلا متاح ان انت ممكن تتصاب اكتر، بس عشان كده احنا بننقي تمارين معينة ان احنا نطبق الاسلوب ده عليه. يعني مثلا في حاجات مثلا في الرجلين دي انا بحب ابدا عنها، الترايسب مثلا، الاوفر هيد اكستنشنز بالدمبل، ما ينفعش طبق التمرين ده لان اصلا التمرين ده اوريدي ذات نفسه بيوجع الكوع، فانت لازم تركز على وزن قليل شويه مع عدات، بس العدات بتبقى كونسنتريتد ولما تيجي تنزل بتسترتش العضله قد ما تقدر وتاخد الفول اكستنشن الرينج اوف موشن، بس بوزن اقل بحيث ان انت تعمل ستيميليشن للمسل كفايه، بس في نفس الوقت انت مش عاوز تاذي الكوع او تحمل الكوع. اما للسبلمنتس فانا هسيب بقى عمار لو هو عاوز يدخل بقى في بقيه المواضيع، ويلا يا معلم نبتدي مشوار اليوتيوب بتاعنا. زي ما شفتوا ما شاء الله شرح جدا كافي ووافي، عرفنا ايش الخطه، ايش الاشياء اللي راح نمشي عليها. ان شاء الله الفيديو القادم راح يكون وجبات يوم كامل، ما راح يكون في استديو، حاخذكم معايا في اكلي تمريني، وراح يكون فيديو جدا حماسي برضه، راح اقيس وزني وقياسات جسمي واوريكم كل التفاصيل اللي حابين تعرفوا. بالنسبه لقسم المكملات الغذائيه راح اخذ المكملات الاساسيه، حاخذ مجموعه فيتامينات، فيتامين دي لانه عندي نقص، سويت تحليل قبل فتره وطلع عندي نقص، فدائما سووا تحاليل لجسمكم تعرفوا ايش الفيتامين اللي عندكم نقص او شيء ما تحتاجه. ففيتامين ده عندي نقص، حاخذ فيش اويل زيت السمك لصحه المفاصل القلب والجلد، حاخذ الكرياتين، وفي بعض الايام راح استخدم الواي بروتين كمكمل يكمل احتياجي من البروتين. هذه كل الاشياء اللي راح احتاجها. وزايد حاجة نسيتها كمان اللي هي البري ورك اوت، منتج الطاقة قبل التمرين في ايام التمرين فقط. هذا كان فيديو اليوم، اتمنى تتحمس وتخشوا معانا التحدي، انا مرة متحمس وحاسس اني حوصل لمستوى جدا حلو بعد المية يوم. ان شاء الله من بكرة راح يكون اول يوم في التحدي. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، اذا عجبك الفيديو سوي لايك، واذا ما انت مشترك اعمل سبسكرايب، اشترك الان في القناة، وهذا حسابي ترى في السناب شات، حصور يومياتي اثناء التحدي يوميا باذن الله. كان معكم انمار، اشوفكم على خير في الفيديو الجاي. سلام.